لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، مثل العشب الأخضر يذبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض وارعى الأمانة، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. نرحب بجميع متابعي قناة القيامة وبرنامج صوت ملائكي. ضيفنا من بيروت لبنان الأستاذ كمال مرقس. يا أهلا وسهلا بضيفنا. تسلمي تسلمي جناب. متابعينا، ضيفنا لديه العديد من الشهادات، خلينا نقول في مجال الموسيقى، ألا وهي ليسانس في العلوم الموسيقية من جامعة الروح القدس الكاثوليك لبنان، شهادة عليا بآلة الأكورديون من باريس فرنسا. ضيفنا يعزف على 3 آلات، اللي هي آلة العود وآلة الأكورديون وآلة الأورك، وأيضا 7 سنوات دراسة اللاهوت في إذاعة صوت المحبة وفي أبرشية أنطلياس المارونية. نتكلم على الشهادة الأولى أستاذ كمال، ليسانس في العلوم الموسيقية من جامعة الروح القدس. فحوى هالدراسة، ليش اختارت هالدراسة بالتحديد؟ استفادتك من ما هي؟ حتى تابع دراستي الموسيقية وأتعمق فيها أكثر وأكثر، وحتى أخذ شهادة حتى أتوظف في الدولة اللبنانية. نعم، تعزف على 3 آلات، اللي هي العود والأكورديون والأورك، ليش اختاريت هالآلات بالتحديد؟ الأكورديون كان عند خالي أنا وصغير، كان عمري 10 سنوات تقريبا، وصرت أنا يعني أعزف لوحدي، ما حدا علمني. مثلا تراتيل، ألحان بسيطة جدا، وصاروا يشجعوني يعني خالي والأهل، وشوي شوي صرت بكل تواضع أستاذ في المعهد الموسيقي الوطني العالي للموسيقى الكونسرفاتوار. ماذا عن آلة العود؟ العود هو اجتهاد، العود اجتهاد خاص، أنا موسيقي ألعب العود، إنما لست بعواد، في فرق. نعم. هلا الأورج هو في الكنيسة، لأنه مطلوب منا إنه يكون الأورج في كبسة تعطي تشيرش أورجان. هذا البابا القديس بيوس العاشر بده إنه البايب أورجان بالكنيسة، وسهل جدا للعزف عليه. الموسيقى العربية والموسيقى الأغاني الشعبية، وأنا يعني بعزف عليه وبغني، وكمان بعزف عود وبغني. صوتي مش كتير حلو، إنما الأداء سليم نشكر الله. نعم، موهبة من الله وله. هل موهبة من هو له؟ من أي عمر بدأت بالتحديد حبك للفن؟ نعم، تقريبا عمر 10-11 سنة. نعم نعم. اهتميت بدراسة اللاهوت، درست اللاهوت. نعم. في مكانين، إذاعة صوت المحبة وفي أبرشية أنطلياس المارونية. ليش اختاريت هالدراسة؟ حتى أتعمق في الإيمان أكثر وأكثر. آمين. احتاجت. نعم. تدرس هالدراسة في مكانين، مكان واحد مكان كافي؟
لا كملت بعدين في الأبرشية، لأنه الأولى بمعهد الرسل تقريبا 3 سنوات، وبعدين في الأبرشية كانت مش بالإذاعة يعني بالراديو، كانت لايف وجها لوجه مع الآباء. بهالأثناء قدمت أطروحة تحت عنوان الجوقات في أبرشية أنطلياس المارونية بين تعليم البابا القديس بيوس العاشر والواقع والمرتجل. توضيح نعم، لجمهورنا على هالأطروحة. هذه الأطروحة يعني حاولت إنه أحكي فيها عن الشبيبة، شو هن التراتيل اللي عم يرتلون في الكنيسة، تراتيل مش من تراثنا وتقاليد الموسيقى المارونية. يعني حاولت أحكي عن التراث وشو بده سيدنا البطرك، وشو الشبيبة عم يعني إذا صح التعبير عم يشتغلوا يرتلوا تراتيل حسب مزاجهم، تراتيل أغاني روحية يعني مش تراتيل تراتيل يعني من طربية ما محبث إنه تستخدم داخل القداس؟ صحيح، يعني مش تراتيل، فينا نقول أغاني روحية، نعم. وبده يدخلوا على الكنيسة آلات إيقاعية وضجيج مش من تراثنا، يعني أكيد ما بيساعدوا الشعب لحتى يصلوا مرتين إذا صح التعبير. الطريقة اللي استخدمتها مع الشبيبة بحيث توصل إلهم هالمعلومة، ماذا كانت هالطريقة؟ بصراحة يعني أنا بالقداس شوي بدي أنزل لعندهم، يعني بناء على طلب المطران، يعني قال لي ما تحاربون انزل لعندهم. صرت من وقت لوقت بالقداس دخل شوية تراتيل من اللي بيحبوها هني، بالأخص بآخر القداس. نعم. نعم، هلأ نحن ما بدنا نحاربهم، تحت بدنا اياهم يعني يفوتوا على الكنيسة، وبعدين بكرة بس ينضجوا أكثر وأكثر بيصيروا يعرفوا شو هو تراثنا وبيرجعوا له، أكيد. لأنه يلي ما عنده ماضي ما عنده حاضر ولا عنده مستقبل. نحن موسيقتنا المارونية يعني مميزة وجميلة جدا والسهل الممتنع، هذا من جدودنا يعني هالألحان كلها، حرام أكيد. تراثنا يموت. حاليا ضيفنا الأستاذ كمال مرقس، متابعينا هو أستاذ في المعهد الموسيقي الوطني العالي للموسيقى الكونسرفتوار لبنان. بهذا المعهد يعلم أو هو أستاذ آلة الأكورديون، أستاذ مادة السلفيج الغنائي الشرقي، أستاذ النظريات الموسيقية الشرق عربية. توضيح لكل مادة أستاذ، لأن هالمواد واحدة يمكن أصعب من الثانية أو واحدة أهم من الثانية، شنو رأيك؟ لا كلهم ذات المستوى، يعني أكيد. التلميذ بس يعرف هودي المواد بصير يغني بطريقة يعني متكاملة أكثر، بصير يعرف يلحن، بصير يعرف يعزف على غير آلة اختصاصه، بصير هو أستاذ حاله. هلا الأكورديون أنا بعزف كمان في الفرقة الموسيقية الشرق عربية أكورديون، وعزفت لي الفرقة تقريبا 6 ألحان بكل تواضع. نعم. عن شو بدنا مداخلة. نحكي بعد؟ نعم، نعم مداخلة أستاذ كمال. نعم
الدخول إلى هذا المعهد ما أعتقد أي إنسان أو إنسانة بالإمكان الدخول وإكمال الدراسة. هل يوجد فحص للقبول، قبول الطالب أو الطالبة؟ نعم أكيد. إذا شكل فحص، ما هو هذا الفحص؟ الفحص نشوف إذا عنده أذن موسيقية، إذا بيقدر يستوعب هالمعلومات، إذا عنده ذكاء، إذا صحته جيدة، إذا موهوب، موهبة من الله. نعم، ولكن إحنا الأذن الموسيقية، تعتقد الأذن الموسيقية هي منذ الولادة أو الإنسان هو يطورها؟ هي الموهبة منذ الولادة مبدئيا. هلا في تلاميذ بيبقوا أذكياء وكل شيء بس ما عندهم أذن موسيقية يغنوا صح، ساعتها بناخذهم على الآلات الإيقاعية. نعم. المشاركة في كتاب تحت عنوان الأشكال العزفية والغنائية في الموسيقى العربية، هذا الكتاب كان تحت إشراف الأب الدكتور لويس الحاج، ويتضمن الكتاب 5 سيديات. الهدف من هذا الكتاب سبب وأيضا دور أبونا. الأب لويس الحاج هو دكتور وأستاذي في الجامعة، جامعة الروح القدس في الكاثوليك، الله رحمه الله لويس الحاج. آمين. يعني أنا في هذا الكتاب دونت النوتات الموسيقية وعزفت العود وكنت مدير الجوقة الكورال والغناء المنفرد، وعملنا تحاليل يعني بتحكي عن الأشكال الغنائية، مثلا الموال غناء منفرد غير موزون مرسل بدون إيقاع، يعني على مقطع من أبيات شعرية شعبية يعني اللغة المحكية. بعدين في القد الحلبي، لحنه بين الشعبي والكلاسيكي، كلامه زجلي إجمالا. نعم. تدخل فيه الآلات الإيقاعية ويغني الحاضرون اللازمة، أي المذهب الذي يعاد بعد كل جزء. هلا الطقطوقة أغنية حديثة باللغة المحكية، زجل، خفيفة، سهلة الحفظ والأداء والتلحين. رابعا المونولوج مقتبس من الموسيقى الغربية، غناء منفرد يروي قصة غالبا وجدانية. الموشح، الموشح أخدع الشعر للنغم، يعني الموسيقى لها الأفضلية، أفضل من الشعر نوعا ما. هو بين القصيدة الكلاسيكية والزجل، تتخلله كلمات لا معنى لها مثل آه يا للا يا للي أمان إلى آخره، يحتاج لها الملحن أحيانا بغية إنهاء جملته الموسيقية. من الموشحات ما كان بسيطا أو مألوفا، ومنها ما كان مشغولا ومنقوشا ومزينا. من هنا كلمة موشح، يعني تزيين في الموسيقى. الدور هو مصري في بداياته، وغناء منفرد موقع يعني على يرافقه الدربكة والدف، يشترك فيه الكورس، كلماته زجلية ولا تلتزم بالإعراب دائما، يكون اللحن مؤلفا سابقا ويتخلله بعض الارتجالات يستوحيها المغني المنفرد ويرد عليه الكورس. هلا تكسر فيه القفلات اللحنية ويكون الجزء الرئيسي للحفلة الغنائية. هلا القصيدة الكلاسيكية
غناء منفرد مرسل أو موقع. هون بالقصيدة الكلاسيكية الشعر له الأفضلية، الشعر أهم من الموسيقى، بينما كما ذكرت الموشح أخضع الشعر للنغم. يرتجل يعني المطرب يرتجل اللحن في القصيدة الكلاسيكية، عادة يرافق المطرب ذاته على العود، يعزف العود ويغني في الوقت ذاته. البحر الشعري الواحد والقافية الواحدة تقيد الشاعر، بينما بالموشح لا، الشاعر حر يعني يتحرر من البحر الشعري ومن القافية الواحدة. هلأ ثامن شكل هو يليل يعاني، هذا يشبه التقاسيم والارتجالات العزفية، بغية التطريب، يريح المستمعين ويريح الموسيقيين. مكانه قبل الدور أو قبل الموال. هلأ بنروح على الأشكال العزفية. نعم. إن شاء الله ما أكون طولت الحديث، ما بعرف، بنحكي عن الأشكال العزفية. نتمنى نكمل أستاذ. أوكي، الأشكال العزفية أولا البشرف، افتتاحية آلية يتألف عادة من أربع أجزاء أو خانات، بعد كل جزء يعاد جزء يدعى تسليم أو اللازمة، يعاد بعد كل جزء أو بعد كل خانة. حركته معتدلة يعني مش سريع، مائل إلى الاعتدال. هلأ ثاني شكل هو السماعي، هو البشرف والسماعي من الموسيقى التركية. بتعرف الأتراك نحن حكمونا تقريبا 400 سنة تأثرنا فيهم. إذن السماعي افتتاحية آلية إنما مدتها أقصر من مدة البشرف، حركته سريعة راقصة، يعزف عادة بعد البشرف أو قبل وصلة غنائية. هلأ ثالث شكل هو اللونجا، أصلها روماني ثم تركي، قطعة آلية تشبه البشرف، تقوم مقام المقدمة أحيانا، حركتها سريعة تدل على براعة العازفين. هلأ رابع شكل هو التحميلة، تحميلة يعني نحمل العازف الذي يرتجل كي يستنبط من وحي اللحظة جمل، يعني ولا يمكن أنه أن يعيدها هي ذاتها، تتغير دائما، هي إذن يستنبطها باللحظة. وتعرف الإناء ينضح بما فيه، شو سمع العازف من بزمانه بطفولته بشبابه، هودي بيرجعوا على المسرح بيرتجلهم بطريقة يعني من وحي اللحظة. نعم. إذن التحميلة هي قطعة آلية تجمع بين الارتجال أو التقاسيم من وحي اللحظة مثل ما قلنا، إذن بين الارتجال والعزف الجماعي. العزف الجماعي نسميه التخت الموسيقي العربي. نعم. لأنه كان الموسيقيون يجلسون على التخت ويعزفون. تتألف التحميلة من لازمة موسيقية لا تتغير، يرددها التخت بعد ارتجالات أو تقاسيم منفردة، ولكن مربوطة بوزن التحميلة، يعني بإيقاع التحميلة
تعزفها بعض الآلات كل واحدة بمفردها. هلأ تتخلل الارتجالات يعني التقاسيم الموزونة، تتخللها عدة فواصل أو لوازم صغيرة يعزفها التخت. التخت يعني يحمل العازف المنفرد كي مثل ما قلنا يستعد لاستيحاء الجملة التالية. هلأ خامسا وأخيرا الدولاب، إن شاء الله ما كنت طولت عليكم. نعم، وصلنا على النقطة الأخيرة. نعم، الدولاب هو قطعة موسيقية صغيرة يعزفها التخت، وتستهل بها بعض القطع الغنائية. حركتها سريعة وحيوية، تلحن على مقام معين يعني على لون نغمي معين، تحتوي على عبارات موسيقية قصيرة تعاد هي من هنا كلمة الدولاب. نعم. مع تغييرات قليلة كي تدل على شخصية المقام، تدل على شخصية اللون النغمي التي تميزه عن بقية المقامات، عن بقية الألوان الغنائية، وينتهي بتبطيء الحركة تدريجيا على الدرجة الموسيقية الأساسية. أستاذ كمال، هذا نعم. الكتاب بخمس سيديات. نعم. هالسيديات أو هذا الكتاب بشكل عام كيف بالإمكان الحصول عليه؟ هذا موجود في جامعة الروح القدس في الكاسليك في جونيه. نعم. نعم. بعمر العشرينيات، ها بالنسبة لحضرتك من كان عمرك نعم. بالعشرين، أسست فرقة اللي هي فرقة الأخوة مرقس، وحضرتك نعم. الأخ الكبير، كان عندك بعد أربع نعم. أخوان، يعني خمس أخوان ما شاء الله. نعم. نرجعك لذيك الأيام أستاذ كمال. نعم. الأخ الكبير جمع أربع أخوة وسووا فرقة موسيقية، يمكن أحيا حفلات أو كنت بتجوقة، فنتمنى توضيح على ذيك الأيام بعض الذكريات نسمعها. يعني في كنا نعزف في القداديس كمان، طبعا شجعتنا الرعية كتير، كانوا في آخر القداس برافو، هذه يعني يعطي دفع إلى الأمام. هلا كمان عزفنا في حفلات موسيقية. كم سنة بقيتوا؟ بقينا لحد اندلاع الحرب للأسف، لحد سنة 75، بعدين أنا سافرت على فرنسا وبقيت فيها 17 سنة لحتى حضر دكتوراه في العلوم الموسيقية. نعم. الوالد كان شماس يوسف مرقس، أيضا نعم. كان صوته جميل، تعلمت من عنده شيء. وأنت كنت خمسة أخوان تخدمون بالجوقة، هل صدفت الخمس أبناء تخدمون بالجوقة والوالد تيشمس بنفس القداس؟ لا، كنا بعدنا صغار، هو يرتل في الكنيسة ترتيل منفرد. نعم. سوليست يعني، وربينا على صوته، أوقات كان يفوق من النوم بكير نسمعه عم يرتل ترتيل يعني، ويسمعنا. نعم، موهبة الصوت الجميل من عنده أخذتوها. نعم صحيح، ومن يعني خوالي. نعم. خالي كان يعزف كمان كمانجا. وكنا نسمع كمان، يسمعنا مثلا محمد عبد الوهاب، يسمعنا تقاسيم الصباح قبل ما نروح على المدرسة، و
أذان إخواننا المسلمين كذلك كنا نسمع يسمعنا إياه ونحن وصغار. نعم. عام 1995 قررت تكون عائلة، أكيد نعمة من الرب يسوع. فمتزوج أستاذ من السيدة برناديت يمين اللي هي مرتلة نعم. ومغنية، سلامنا للمدام. ثمرت هالعائلة ثلاث أبناء. البنت الكبيرة جوانا تعزف على آلة الكمان والجيتار ومغنية، ذا صوت جميل. بنتك الثانية جوال تعزف على آلة القانون ومغنية أيضا، وابنك جوزيه اللي يعزف على آلة الأوكارديون. ما شاء الله عائلة فنية. نعم ويعزف أيضا نعم نعم ويعزف أيضا على آلة الترومبون، هذا الكوليس. تنشوف تأثير الأب على الأبناء خاصة بالآلات الموسيقية. فحضرتك اختاريت هالآلات لهم لو كان اختيارهم على سبيل المثال، وأيضا من وجهة نظرك للأطفال نصيحة لكل أب وأم إذا يريدون يعلمون أبنائهم آلة موسيقية، من أي عمر يجب تعليم الطفل على هالآلة؟ ابتداء من عمر 9 سنوات بصير يقدر الولد يعني يستوعب الأشياء النظرية. نعم. هلأ يعني نحن كنت أنا يعني حابب أنه نعمل فرقة موسيقية أنا وعائلتي بس، يعني أنا وبناتي وابني ومدانتي، ولكن ما تم الحلم هذا لأسباب. الموسيقى الكلاسيكية، الموسيقى العالمة للأسف يعني 10% من الناس بيحبوها. يعني ما فينا نفرض على الولد الآلة يلي نحن منحبها. نحن منقول له في هاي الآلة بتحبها، إذا قال أوكي، إذا كانت التعليم على هذه الآلة صعب، إذا بيحب هالآلة بتصير سهلة. نعم. ماذا عن اختيار الآلات؟ لأن تنشوف كل واحد من الأبناء مختص بآلة معينة، باستثناء ابنك جوزيه تيعزف على آلة الأكورديون لأنه حضرتك تعلمها أصلا وعندك شهادة عليا بيها. نعم علمته لجوزيه تقريبا 3 سنوات، وبعدين قال هلأ بده يوقف. أنا ما خليته يعني ما جبرته إنه يوقف، إنه يكمل. يعني بده يوقف إن شاء الله بالمستقبل إذا حب يرجع يعزف الأكورديون العربي يعني. نعم. هو حر يكمل. ملحن الكثير من التراتيل بإشراف الأب الراهب يوحنا جحا. عندنا 3 تراتيل مختاريها هاليوم أستاذ كمال من مجموعة التراتيل اللي عاملها. طبعا متابعينا هالتراتيل موجودة على يوتيوب خاص بالأستاذ كمال مرقس، عندنا صورة اليوتيوب. اللي يريد يتمتع بهالتراتيل يقدر يروح على هذا الرابط ويتمتع بهالتراتيل، وأيضا تنعرض هالتراتيل عبر شاشة قناة القيامة حاليا. عندنا الترتيلة الأولى اللي هي أي آدم اذكر من ألحان الأستاذ كمال مرقس. حنعرف تفاصيل هالترتيلة بعد ما نسمع جزء منه. يا آدم اذكر بأن التراب يعود ترابا ونفسك تمضي إلى الله حيث تؤدي الحساب. شريدا تهيم ألم
قلب الربابة على جنة النور حيث يوافيك بارك آبا. لعدن بقلبك شوق ونفسك ترجو رجوعا وما زلت نحو غريسة عدن تشد نزوعا. تأمل بعود الصليب وحدق بوجه يسوع تجد فيه ما سر غرس الحياة يفيض سطوعا. يسوع ببسط يديه على عرش عود الصليب مليك يضم إليه شتات جميع الشعوب. هلموا بصوم نقي تهيئ فسح الحبيب فنلقى من الآب صفو الحنان. ترتيلة أيا آدم اذكر بأن التراب يعود ترابا هي ترتيلة لزمن الصوم. هلا نحن حاليا في زمن الصوم. تتكلم طبعا عن ألم يسوع وعن الصوم وفائدة الصوم للمصلي طبعا روحيا وجسديا. آمين يا رب. بأصوات نعم. من كانت؟ أول جزء أنا رتلت، ثاني جزء بتذكر مدامتي برناديت يمين، وآخر جزء بنتي جوانا. الكورس طبعا نحن العائلة بس، ما في حدا يعني برت العائلة. نعم. عندنا الترتيلة الثانية اقبل صمتي. نعم. أيضا من ألحانك أستاذ كمال، نسمع جزء منه وانطينا بعض التوضيح عنه. اقبل صمتي اقبل صومي اقبل صوتي يا إلهي أنت خبزي أنت مائي أنت خلدي يا إلهي من فداك. اقبل صمتي اقبل صومي اقبل صوتي يا إلهي من علاك
اقبل صومي، اقبل صمتي، كمان لأيام الصوم. أنا بدي أقول إنه الترتيلة السابقة والترتيلة الحالية والترتيلة التي تلي من توزيع الملحن الكنسي الأستاذ فؤاد فاضل. نعم. الحاني أنا. نعم. إذن. بصوت. بصوت بنتي جوان. سمعنا ترتيلتين كانت بصوت جوانا البنت الكبيرة، ولكن نعم. عندك البنت الثانية جوال أيضا صوتها حلو أستاذ كمال، تغني صوتها حلو. نعم بتغني، ما في ترتيلة كتير حلو، ما في، ما بتستحي تستحي، بس صوتها كتير جميل. بعدها صغيرة شوي، يعني صغيرة انه رح تخلص الجامعة سنة، بس انه بعدها نحن نقول عنها صغيرة، يعني ان شاء الله تتشجع وبعدين تصير ترتل وتغني. اكيد عندك كثير من التراتيل بصوت المدام، مدام برناديت زوجتك، شريكة حياتك، فهنا أنا كالعلاقة بيناتكم دعم واحد للثاني، هل تنطي ملاحظات بالألحان على سبيل المثال؟ نعم ساعدني، أنا بستشيرها وبستشير بناتي كمان، بس لحن هالألحان المتواضعة، يعني ما بعرف إذا بدنا نسميهم تراتيل أو أغاني روحية. شو منهم تراتيل؟ بفتكر أبونا حنا جحا وافق عليهم، هو مرجعي، وفي يمكن أغاني روحية نعملهم في حفلات روحية خارج الكنيسة. آمين يا رب. نعم. حاليا حضرتك قائد جوق في كنائس الضيعة، ثلاث كنائس تخدم بيها، اللي هي كنيسة سيدة الخلاص، كنيسة مار شربل، كنيسة مار يوحنا المعمدان. قائد جوق مهمة نوعا ما صعبة، لأنه تتعامل يمكن مع أعمار مختلفة أستاذ كمال. نعم. وبكنائس ثلاث كنائس عندك. نعم. مجال تخدم ثلاث كنائس؟ لا، مش بالنهار ذاته أكيد. نعم. بس نعم، يعني مثلا مار يوحنا المعمدان بعيد مولده بشهر حزيران، هذا داير عندنا بالضيعة كتير كبير، هلا بيعملوا فيه كمان أعراس. كنيسة مار شربل هي أكبر كنيسة في الضيعة، وكنيسة سيدة الخلاص من وقت لوقت منقدس فيها بأول الضيعة. احنا نذكرنا الضيعة، يا ضيعة. نعم. لبنان. زكريت اسمها، زكريت بتصير فوق نهر الكلب. هاي موجودة في بيروت؟ لا، هايدي بتصير شمالي بيروت، تقريبا شي 20 كيلومتر عن بيروت فقط. من وجهة نظرك صفات قائد الجوق بماذا يجب أن يتحلى؟ أن يتحلى بداية بالإيمان وبالمحبة، أهم شيء، والصبر والثبات. أوقات كثيرة في عناصر يتركوني، في عناصر بتتزوج وبتفل، مهم انه يعني انا ثابت. بلشت ب يعني بهالضيعه بتربيه الاولاد الصغار، خصوصا الاول ارباني،
هلا مثلا نحن تقريبا 4 أشخاص للأسف، يعني للأسف في كتير سافروا، في تجوزوا وفلوا، في مش يعني عم يشتغلوا ما بيقدروا يجوا. مرة عملنا حفلة من 3 جوقات في الرعية، 3 ضياع، يعني اجى نحن نقول له تلالي مير عندنا بلبنان، نعم، نور سات اجى صورنا. مداخلة استاذي العزيز، حضرتك قائد جوق ب3 كنائس، المدام برنادت زوجتك شريكة حياتك هي مرتلة ومغنية في آن واحد، فهل هي إحدى المرتلات في الجوقة مع حضرتك؟ نعم، هي الغناء المنفرد لها وأنا كذلك غناء منفرد. ولكن هنا أنا خلي نتكلمها بطريقة أوضح لجمهور قناة القيامة، أنت القائد والمدام معك نعم. بالجوقة، تنطيها أولوية كثير مرات لو حالها حال البقية. نعم، هي السوليست الأولى، يعني ما حدا بيرتل غيرها غناء منفرد. وأنا شنو رأيك بعزف بصوتها؟ أورج، صوتها يعني صوت الملائكة، هيك سموها الأخوين رحباني. نعم نعم، وهي حاصلة على جائزة أولى في راديو الإذاعة اللبنانية الرسمية. بركة من الرب. تسلمي. يعجبك دائما تسمع صوتها بالبيت بالكنيسة؟ نعم أكيد، نحن يعني بيتنا كنيسة مصغرة. آمين. نعم، ونغني ونرتل. ترتلون سوية بعض الأحيان؟ لأنه نعم، من رتل نعم. فقط صلى مرتين أستاذ كمال. صحيح صحيح صحيح. أنا من بحب التراتيل كمان المشتركة. نعم، من التراتيل المشتركة بيناتكم؟ نعم، يعني لا تحصى ولا تعد، عندي كتير كتير تراتيل. نعم نعم. هل لديك مشاريع مستقبلية؟ مشاريع مستقبلية يعني شو بدي أقول لك، أستاذ في المعهد الموسيقي الوطني، رسول بدي التلاميذ أنه يشوفوا المسيح من خلالي، يتمجد المسيح من خلالي. هذا يعني أحسن هدف بفتكر يعني أصبو إليه. تلاميذي بحبوني وبحببهم بالمواد اللي عم بعلمها، يعني بطريقة أنه يذكروني بالخير بعد العمر اللي كتب لي الله. ذكرت هالعبارة أحببهم. نعم. بالمادة، كيف نعم. بإمكانك تحبب الطالب بالمادة خاصة إذا كانت المادة يحتاج لها موهبة؟ بالأخص النظريات الموسيقى والسولفيج الغنائي، هذه يعني أشكال مجردة، أنا بحب أعطيهم على كل لون نغمي أغنية من خارج البرنامج حتى يتمتعوا، حتى أنا أجمع بين المفيد والممتع بالوقت ذاته. نعم، فرقة الأخوة مرقس، نرجع نعم. على هالفرقة اللي تأسست كان عندها نجاح جميل، وأيضا أثمرتوا بسي دي، كان عندكم سي دي، نعم، أو يمكن ذاك الوقت كان شريط. لا، سي دي اسمه سادر، يعني أرز. نعم، هذا تناولنا فيه الموسيقى العالمة، الأشكال اللي قلت لك عنهم،
البشرف والسماعي والتحميلة والدولاب والغناء المنفرد، القصيدة الكلاسيكية والموشحات، هذا أخذته منا وقت شركة معروفة عالميا اسمها أرمونيا موندي. نعم. أخذ يعني بدي أقول صدمة في المبيع، صدمة إيجابية إنه تحيروا كيف هالقد باعوا منه وربحوا كتير يعني. إذن هذا السي دي أنجز نجاحات كبيرة. نعم بكل تواضع. يعني نحن عائلة عم نغني ونعزف، يعني الناس بحسوا هالجو هذا بدون ما يعرفوا انه نحن عائلة. امين يا رب. شفيعك من؟ شفيعي من؟ اخيرا مش من زمان عرفت انه في قديس اسمه سان بارفي، يعني القديس الكامل أو كمال، اسمي كمال، مش عارف أنه في قديس يعني على اسمي من وقتها. هذا كان راهب، كان أخ في دائرة أيام الأمويين لما راحوا على الأندلس، يقال أنه قتلوه وطلع قديس بعدين استشهد. نعم نعم نعم. إن شاء الله شفاعة هذا القديس، قديس كمال، مع الجميع. تسلمي ومعي ومعكم. الأستاذ كمال مرقس من بيروت لبنان، نتمنى توصل سلامنا لهالعائلة المباركة الموسيقية اللي الرب أنعم بها عليك، نتمنى لك الأفضل دائما. نعمة الرب تسلموا معك. ومعكم يا أحبائي، وشكرا للمخرج دان عسكر ولك أختي جنان. ممنونين. متابعي قناة القيامة، نشكر حسن تواصلكم معنا. كونوا معنا وحلقات أخرى متنوعة بقوة الرب. آمين.